وأخيرا رابطة اللاعبين الدوليين تحاول إقناع رئيسها الكابتن يونس محمود بالحضور إلى اجتماع الهيئة العامة باعتبار الكابتن يونس محمود عنده تقاطع مع أعضاء الاتحاد رئيس الاتحاد، وبالتالي قرر ما يحضر اجتماع الهيئة العامة وهو له صوت مؤثر لمناقشة قضايا مهمة من ضمنها توسيع الهيئة العامة، النظام الداخلي، كل القضايا جدلية. خلنا نستمع ولا نعود. اليوم هي الرابطة أكيد احنا صراحة أخفقنا في كثير من الأمور. اليوم اللاعبين الدوليين السابقين قد يكون احنا الهيئة الإدارية لكن سابقين بالتجربة بالاسم، يعني لاعبين تمثل أجيال. اليوم نتمنى أنه الاجتماع يوم 19 في الشهر، نتمنى ونداء الكابتن يونس محمود أن يحضر، لأن يعني صوت احنا انتخبناه كرئيس الرابطة من أجل يدخل الهيئة العامة. دائما ما النادي الهيئة العامة الهيئة العامة، لا، اليوم احنا صوت، يجب أن نحترف، يجب أن نعطي مقترحات. التقاطع بين يونس والاتحاد هذا أنا أعتبره بشكل شخصي. اليوم الرابطة مهما يكون، رغم أنه هي ما مفاعلة ومو صاحبة قرار بالاتحاد، لكن علينا أن نعمل. اليوم لاعبين دوليين سابقين، يعني إذا إحنا من يعني من نقدم المقترحات وإذا إحنا من نتكلم الصراحة، أعتقد إن شاء الله يتواجد كابتن يونس محمود، وإذا ما تواجد فأكيد يعني واحد من عندنا راح يكون ممثل. سبقكم أنهم يجي؟ لا والله الصراحة اليوم إحنا راح يصير اتصال، لأنه يوم 19 بعد كم يوم وننتظر رده.